السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا بشركة إنرجي أفريكا، ونرحب بكم كل مرة ونعتذر يعني نعتز بوجود أسرة إنرجي أفريكا. بنرحب بكم في تاني ورشة سنة 2020 في 2020. الورشة دي هي عبارة عن امتداد للسنة اللي فاتت، هي ورشة بتكمل السنة اللي فاتت، واشترطت مننا إن إحنا يكون عندنا استكمال للجزء اللي فات. وحصل إن إحنا اتفقنا مع الباشمهندس بدر واتكلمنا معاه إن هو يشرح الورشة بطريقة يكمل بقية الورشة الأولانية. الورشة دي هتكون إن شاء الله بصورة عملية، وهي الورشة تحت عنوان تكنولوجيا إنتاج الواقع المعزز ثلاثي الأبعاد واستخدامه في العملية التعليمية، ولكن المرة دي هتبقى بصورة تطبيقية. المهندس بدر اللي ما يعرفوش، هو المهندس بدر علاء أحمد عبد المنعم علي، هو مصمم تعليمي ومطور برامج إلكترونية. كمان هو شغال رئيس قسم المحتوى الالكتروني بشركه مفهم، حصل على الدراسه على دبلوم في الدراسات العليا بمجال تكنولوجيا التعليم، وكمان درجه البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا التعليم من جامعه عين شمس في القاهره. حصل على بلد اختراع في كتاب الكتروني الذي يعمل باجهزه اللمس في زي، وده كان في 2020. بدر من الناس المتخصصه في مجال التعليم الالكتروني ومجال تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي، له العديد من الفيديوهات اللي شغال في التعليم الإلكتروني في الدول العربية، في مصر والسعودية والإمارات والكويت وسوريا. شغال في المجال المتخصص في الواقع المعزز، وإن شاء الله هتكون الورشة معاه، وهنحاول نبدأ مع الباشمهندس بدر دلوقتي. وأهلا بكم ومرحبا في إنرجي أفريكا بالعربي. باشمهندس بدر، أهلا وسهلا بكم، أنا سامعكم دلوقتي، تمام، سامعيني كويس؟ تمام، تمام، المايك طبعا أون مش ليك شايف دلوقتي. الشاهد خالص، تمام، سامعين كويس يعني؟ تمام، أنا بحاول أطلع الشاهد بس، تمام، تمام جدا، تمام إن شاء الله هنبدأ استكمالا للورشة في الجزء السابق زي ما قال الدكتور محمد. طبعا أشكر منظمة إيمرج أفريقيا إنها استضافتني معاكم، وإن شاء الله نكمل محاضرة عملية في إنتاج هذا النموذج. النموذج اللي حضراتكم شايفينه ده إحنا إن شاء الله هنشتغل بشكل مباشر، طبعا مش هتكلم في جوانب نظرية كتير. يلا بينا نبدأ ونشوف شكل النموذج ده احنا ممكن نشوفه ازاي في سوق العمل او نطبقه ازاي كبرودكت. خلينا نبص على هذا النموذج كده.
وزي ما حضراتكم شفتوا هذا النموذج، النموذج دوت معمول بطريقة الكروت. احنا ان شاء الله هنصمم مع بعض طريقة هذه الكروت. اولا عشان اشتغل في مراحل عمل لابد ان انا امشي بيها. اول حاجة بصمم الكارت بتاعي او الكروت بتاعتي. طبعا انا اخترت موضوع بسيط وسهل وكلنا نقدر نسيرش عليه على الانترنت، فنعمل النموذج دوت على برنامج الفوتوشوب، وممكن ان احنا ننفذه برضو على برنامج الباوربوينت. الباوربوينت برضو نقدر نطلع منه صور كويسة ونحط منه ونضيف شكل التراك بتاعنا. بالنسبة للجزء الثاني وهو تصميم النموذج ثلاثي الأبعاد، وده طبعا هنصممه مع بعض، مش هنجيبه جاهز، احنا هنصممه من خلال بيئة اليونيتي. بعد كده هندخل بيانات هذه النماذج كلها على موقع فيفوريا بحيث ان احنا نشفر هذه الداتا كلها ونشوف مع بعض مراحل العمل. ده شكل الكارت اللي المفروض هنصممه. طبعا عذرا عشان الوقت مش هيكفي ان انا اقعد اصمم هذا النموذج على الفوتوشوب، فاحنا بنفترض ان احنا كلنا عارفين هذا النموذج ونقدر كمان نعمل له داونلود. هتلاقوا الريسورسز اللي موجودة دي جوه صفحة الأكاديمية ETS Academy، ممكن حضراتكم تدخلوا عليها تعملوا داونلود لملفات العمل. اولا بنحضر لبيئه العمل ازاي، انا هتكلم عنها بشكل سريع. اولا بندخل على فيفوريا انجن، وبعدين بنقوم بعمليه التسجيل. طبعا احنا هنشوف الكلام ده عمليا دلوقتي، بس انا بدي حضراتكم فكره احنا هنشتغل ازاي. اول حاجه بنحط اسم الابليكيشن بتاعنا، وطبعا انا مش عارف الناس اللي بتكلمني في الشات، حضراتكم هتكتبوا بس على الفيسبوك ETS Academy في السيرش، هتطلع لكم الرابط الأكاديمية باللوجو بتاعها، فحضراتكم تقدروا تنزلوا السيرش. يعني خلينا نمشي واحدة واحدة بس الأول، شوفوا الطريقة إزاي، وكده كده المحاضرة هتبقى موجودة وهسيب لحضراتكم الرابط عامل إزاي. أنا أهم حاجة إن أنتوا تبقوا عارفين البروسيس ماشية إزاي من البداية، تمام؟ بعد كده بندوس على كونفيرم، وبعدين الكود ده هو اللي إحنا بندخله جوه بيئة اليونيتي، وبعدين بنضيف الداتابيز اللي احنا بنضيف الصورة بتاعتنا في شكل على ديفايس، يعني احنا بنكرييت الداتابيز بتاعتنا. وبعدين التارجت دي بقى هو التراك اللي احنا صممناه او الصورة اللي المفروض احنا بنصممها، تمام؟ هنا بنختار شكل التارجت بتاعنا، ان كانت سنجل ايمج، ودي بتنفع مع الكتب وبتنفع مع الكروت، واللي زي ما حضراتكم شفتوها في النموذج الإعلاني ده بنستخدم السنجل ايمج. في حالة الكيوب لو في حاجة عندنا مثلا مكعب متعدد الأوجه بنستخدم هذا النموذج، أما إن كان لو في منتجات زي مثلا اللي هي العلب، الحاجات اللي هي فيها شكل استداري مستدير زي مثلا علب الكنز، البازل، يعني احنا بما اننا بنتكلم في مجال تعليم فطبعا احنا هنبقى مقيدين شوية، مش هنخش في الحاجات الإعلانية. لكن موضوع الـ Augmented Reality احنا نقدر نستخدمه في جميع المجالات، من حكاية الإعلانات ويعني كأدلة للإنتاج أو دليل كده يبين لك شكل المنتج أو إعلان عنه بشكل Augmented Reality. 3D Object اللي احنا برضو بتسلط الكاميرا على أوبجكت معين، قد يكون نموذج للقلب مثلا، لقلب الإنسان اللي هو النماذج اللي بتبقى في كلية الطب، فتطلع عليها برضو الداتا بشكل إلكترونيك بيتعرف على ال 3D Object. احنا حاليا هنشتغل على السنجل ايمج. طبعا موقع فيفوريا بيئة جميلة جدا
بدعو حضراتكم ان انتوا تخشوا وتتوغلوا جوه هذه البيئه، بتوفر ديفلوب كتير جدا او حلول كتير جدا في لموضوع الاوجمانتد رياليتي. وفي الجامعه اللي هي البي تي سي تقدروا حضراتكم تدخلوا على الجامعه الافتراضيه، هم عاملين جامعه لتعلم الاوجمانتد رياليتي بشكل متوسع. المهم احنا دلوقتي بعد كده بنختار، نرجع للجزء الاساسي اللي هو السنجل ايمج، بنسلكت على السنجل ايمج وبعدين بنختار الايمج بتاعتنا. طبعا نراعي الحجم اللي هي ما تبقاش اكبر من الاتنين ميجا بايت، والعرض والطول بتاعها، فاحنا بناخد العرض بتاعها اهم حاجة. وخلي بالكو ان الواحد سنتي هنا الواحد يعني بمتر في المساحة الكبيرة، فيعني مثلا ما تجيش ان مثلا تكتب الصورة مثلا 15، فهنا كده معناها ان انت هتعمل صورة 15 متر، فهدي هتبقى حاجة كبيرة جدا. فاحنا دايما بنكتب في العرض هنا الجزء بتاعنا اللي هو واحد او اقل من الواحد، تمام؟ ممكن تبقى علامة 75 من 100، تمام؟ النيم هنا بينزل اوتوماتيكلي، واحنا طبعا هنشوف كل الكلام ده مع بعض. بيبتدي يتعمل ابلود، فبيبقى بتطلع شكل الصورة هنا، بتضاف هنا، ودي الريتنج بتاعها، قوة الإشارات بتاعتها عاملة ازاي. طبعا بيفضل الصورة اللي بتبقى فيها 5 نجوم، كل ما قلت طبعا النجوم دي بتبقى بتتعب شوية في حتة النموذج، بيفضل يتهز ويبقى يحصل له اهتزازات، وممكن كمان ما يتعرفش في اوحش الظروف. يعني اوحش الظروف دي بمعنى ان انا مثلا ممكن يبقى الاضاءه عندي خافته، ممكن يكون حد الكاميرا بتاعته ضعيفه شويه، فلما يسلط الكاميرا على النموذج او يسلط الكاميرا على الكارت بتاعي او الكتاب بتاعي، فتحصل له عمليه خلل، ما يعرفش يظهر النموذج بسهوله. فبالتالي احنا بنفضل اللي يكون النجوم بتاعتي كبيره، يعني 5 نجوم او 4 نجوم على حسب الاشاره بتاعت الصوره بتاعتي. بعد كده بنعمل داونلود داتابيز. طبعا هنا الايمج، طب يعني في ممكن من ضمن الاسئله اللي كنت بتسالها ان هو يقول لي طب افرض انا عايز اعمل كتاب من 5 صفحات 100 صفحه، كل صفحه هتتحط لوحدها وهتضاف على انها حاجه مستقله لوحدها. يعني مثلا لو الكارت ده وش وظهر هيعتبر على انه صفحتين، يعني الكارت بيبقى ليه وجهين، الوجه الاولاني اللي هو الوجه اللي هتظهر فيه الموديل، والوجه الخلفي قد يكون بقى فيديوز، قد يكون ايا كان الحاجه اللي انت هتظهرها، ممكن يكون موديل اخر، يعني على حسب ما انتوا عايزين، تمام؟ بعد كده بعد ما بدوس على داونلود داتابيز، بعدين بختار على انه هستخدم اليونيتي اديتور، وبعدين اقول داونلود. كده احنا نكون اتهيأنا لليونيتي. هستأذن حضراتكم ان انتوا تستخدموا معايا النت وتشوفوا انا هدخل ازاي وتطبقوا ورايا، وياريت لو تعملوا شير سكرين عشان اتابع كل واحد فيكم هيطبق معايا ازاي. باشمهندس بدر، هو بس المشكلة بتاعت شير سكرين هتعمل تداخل، فيا ريت حضرتك بس الشير سكرين يكون معاك حضرتك، ولو في أي تعليق أو في أي حاجة ممكن تتكتب في الكومنت أحسن. طيب تمام. طيب لو في حد عنده أي سؤال بخصوص هذه النقطة، يعني حضراتكم بس يعني طبقوا ورايا بحيث إن التطبيق يبقى مفيد بالنسبة لحضراتكم. شكرا لحضرتك جدا. ماشي يا فندم، شكرا جزيلا. أول حاجة بنفتح برنامج اليونيتي. طبعا أنا هعمل شير سكرين عشان حضراتكم تشوفوا التطبيق الأول. مش عارف حضراتكم شايفين
البرنامج ولا لا. حضراتكم شايفين الشاشة؟ طيب لو شايفين الشاشة بسرعة سريعا ادوسوا على رقم واحد. لو شايفين الشاشة بتاعت اليونيتي، ايوه عظيم جدا. اول حاجة بعملها بروح على نيو بروجكت. انا لسه دلوقتي ببتدي اشتغل على البيئة بتاعتي ولسه ما عملتش اي شيء. اول حاجة بروح اعمل نيو بروجكت، طبعا لازم اكون مسجل جوه البرنامج، يعني احنا بنشتغل على الاصدار 2017 2017.3.1 F1، تمام. تقدروا تحصلوا عليه برضو من الارشيف، تمام. اول حاجة بكتبها بكتب اسم البروجكت اللي انا هشتغل عليه، انا هسميه ايرث عشرين عشرين، تمام. وهنختار المكان، طبعا يفضل انكم ما تحطوش فولدر جوه فولدر، دي تركة من التركات اللي ممكن توقف ظهور الابليكيشن معاكم. ان انا مثلا ممكن اكون داخل جوه ملف والملف جواه ملف، فبالتالي لما يجي محرك الالعاب يختار الاوبجكت بتاعي فبيتوه وسط الملفات الكتير. فيفضل دايما يا اما احطه على الدي مباشرة، او يعني اختار اسم بارتيشن وادخل عليه الشغل، تمام. بعد ما ارندر العمل ده ممكن اسيفه بقى في نموذج مختلف، تمام. فانا طبعا عشان ما انتهش من الحكاية انا هحطه على الديسك توب واقول سيلكت فولدر، تمام. بعدين هعمل كرييت بروجكت. في بضع لحظات بيبتدي البرنامج يمانج بيجهز نفسه ان هو يبتدي يفتح معانا. هتلاحظوا ان هنا في قبل ما يفتح البرنامج اتحط لي الفولدر اللي هيتحط فيه كل الاوبجكت وكل الكائنات اللي انا هتعامل بيها في بيئة الواقع المعزز، بتتحط لي في هذا الجزء. لحظات وهيظهر معانا البرنامج. طبعا بنكون مجهزين معانا كاميرا، ممكن تكون ويب كام. الويب كام دي ممكن تكون كاميرا اللابتوب، مفيش مشكلة، أو ممكن تكون كاميرا خارجية. طبعا بالإضافة للموبايل عشان تطبقوا التطبيق على الموبايل وتشوفوا الدنيا ماشية ازاي. دلوقتي ظهرت معانا البيئة بتاعتنا. طبعا محرك الألعاب يونيتي هو مش بس مجرد برنامج، هو يعتبر جيم انجن، هو من أقوى الجيم انجن اللي موجودة على الساحة دلوقتي. وطبعا أنا بحب دايما أو بفضل إن احنا نشتغل. طيب ثانية أنا هجيب لكم الرابط بحيث إن أنتوا تدخلوا. يعني يا أستاذة تيسير، يا أستاذ تيسير، إحنا إن شاء الله هديكم يعني الرابط على طول، بس أنا يعني عذرا، يعني أنا عايز أنتبه للكلام ده دلوقتي، والمحاضرة هتلاقوها مسجلة كمان.
تمام، بس يعني هتلاقوها، هتلاقوها مسجلة إن شاء الله المحاضرة على برضو الأكاديمية. المهم أنا بس خليكم ركزوا معايا في البروسيس أهم شيء، وأنتوا إن شاء الله هتعرفوا الموضوع لأنه بسيط وسهل جدا يعني. تمام. هي مسجلة إن شاء الله، وهتكون مسجلة على إمرج أفريقيا على قناة اليوتيوب، فتقدروا تطبقوا في الحاجتين مع بعض. المهم دلوقتي دي البيئة بتاعتنا. أول حاجة بنروح على فايل، وبنروح على بيلد سيتنج. البيلد سيتنج هنا بنختار البلاتفورم اللي احنا هنشتغل عليها، فاحنا هنشتغل على بيئة الأندرويد، وهنقول سويتش بلاتفورم. طبعا في كمية بلاتفورمز كتيرة انتوا تقدروا تختاروا منها. تمام. دلوقتي احنا غيرنا البلاتفورم بتاعتنا لبيئة الأندرويد. طبعا أول حاجة لازم أسايف السين. السين ده اللي المفروض المشهد اللي أنا هشتغل عليه، فبقول أد أوبن سين جوه الإيرث 2020 في الأسست. هو بيطلع أوتوماتيكلي، أنا مش بلعب في حاجة، بس أنا هكتب إن ده الإيرث بتاعتي. الإيرث هتظهر في هذه الجزئية. تمام. وهقول له سيف. نلاحظ إن هنا الاسم اتغير، هنا بقى فيه هنا عندي سين اسمه الايرث، وكل حاجة هضيفها جوه المشهد في الجزئية دي اسمها ايرث. تمام. بعد كده في الجانب الاخر هنا معلومات الابليكيشن بتاعتي. معلومات الابليكيشن في الديفولت ايكون المفروض هنا انا بسلكت شكل الايكون، قد يكون بقى لوجو او يكون اسم البرنامج. المفروض الصورة اللي هتظهر على الموبايل ابليكيشن بتاعك بتحطه في هذه الجزئية، وهنتعرف مع بعض ازاي نضيفه. اول حاجة بتحط اسم الشركة بتاعتك او اسم المنتج بتاعك، فانا هسميه بدر علاء. تمام. بعد كده بدخل على الجزء الاخراني. الصوت مش واضح يا جماعة، الصوت واضح ولا مش واضح؟ تمام. تمام جدا. باجي هنا على الجزء، في هتلاقوا انتوا عندكم هتلاقوا الدنيا مقفولة كده. تمام. فانتوا هتدوسوا على الـ XR setting، وبعدين هنفعل الفوفوريا Augmented Reality. دي أول خطوة. تمام. بعد كده في الأذر في الأذر سيتنج، تمام، بدوس عليها أذر سيتنج، بدوس عليها وأبتدي أشيل الأندرويد تي في كومباتري، بشيلها، والاندرويد جيم بشيل الحتتين دول لان انا مش هشتغل على تي في، ودول طبعا بيقفلوا لي خالص موضوع الاندرويد. بعد كده بروح على الباكج نيم، انا هنا بسميها دوت كوم، هي على نفس التمبلت دي انا بشتغل عليها. تمام. يعني انا ما بغيرش فيها حاجه، انا بس بشيل الكومباني. طبعا احنا كنا حاطين اسم الكومباني فوق طبعا اللي هو اسم بدر علاء، فانا بكتب بدر علاء. تمام. البرودكت نيم انا مسميه ايرث 2020، فانا بكتب ايرث 2020. تمام. اللي هو الجزء اللي هو اللي فوق ده. تمام. في الحالة دي انا كده يعتبر خلاص انا مهيأ البيئة بتاعتي ان انا خلاص هروح على الفوفوريا بتاعتي، وابتدي ادخل البيئات بتاعتي. نظرة سريعة بس عشان لو حابين تعرفوا الفضول يعني في الحتة دي، دي عبارة عن ايه؟ الجزئيات دي خاصة بسيستم الاندرويد، فاحنا بنختار طبعا اقل سيستم اندرويد علشان الناس اللي هم لسه مش معمول لهم ابديت لنسخة الاندرويد بتاعتهم، فاحنا بنشتغل على اقل
نسخة، وطبعا الدوت نت، وكل دي هي سيتنج محطوطة جاهزة، يعني احنا ما بنلعبش فيها كتير غير ان احنا بنشوف الجزء بتاعنا ونطبقه. تمام. بالنسبة للايكون بتاعتي انا ممكن اقفل دي عادي وخليني على الجزء بتاع البلاير سيتنج، بروح على الجزء بتاعي، ممكن يكون ده اللوجو، ده المكان اللي انا محتفظ بيه بالملفات بتاعتي، وبضيف الصورة بتاعة الاندرويد اللي انا هضيفها، وببتدي اسحب الصورة واقوم حاططها جوه المكان ده. في الحالة دي انا كده حطيت شعار للمنتج بتاعي، قد يكون بقى جيم، حاجات تعليمية، ايا كانت المنتج اللي انا بشتغل عليه، فبعمل له الايكونز. ده بديل عن الصورة اللي بتطلع في الموبايل ابليكيشن. هتلاقوا لو انتوا بتعملوا موبايل ابليكيشن من غير الايكون، هتلاقوه بيظهر لكم كده على الديسك توب بتاع الكمبيوتر، قصدي على الموبايل. تمام. طيب ايه بعد كده؟ اول حاجة بنشيل بقى المين كاميرا. المين كاميرا دي اللي هي الكاميرا الافتراضية اللي موجودة، انا مش عايزها لاني انا هضيف كاميرا اخرى. بروح على الجيم اوبجكت، وبروح على كلمة الفوفوريا، واروح اضيف الاي ار كاميرا. لما بضيف الاي ار كاميرا بيطلب مني هل انت محتاج تضيفها، فبقول له ضيفها لي. بيتم اعداد البيئة ان هو هيضيف لي الاي ار كاميرا. طبعا عشان احنا بنسجل فالموضوع بطيء شوية. هنا دي طبعا احنا هو يعني النموذج طبعا بيبتدي يعني يتحضر، فاحنا بننتظر لحد بس ما يعدلنا الكاميرا. هل حد عنده سؤال قبل ما يطلع يعني في الجزئية دي؟ يعني لو حد عنده سؤال ممكن نطرحه ونستغل الوقت بس في الحتة دي. هو لسه عمال يشتغل، وأول ما يبدأ يعني إن شاء الله نبتدي ندخل في الموضوع تاني. خلينا نستغل الوقت ده في الأسئلة. حد عنده سؤال؟ طيب محدش عنده سؤال؟ تمام. الاي ار كاميرا نزلت. اول ما بدوس على الاي ار كاميرا بلاقي الاوبن فوفاريا كونفيجريشن نزل، فبدوس عليها كده فبيطلع لي هذه الاعدادات. هنشتغل على الاعدادات دي. اول حاجة عندنا في الفوفاريا فيرجن محتاج لايسنس كي، بروح على اد لايسنس كي، فبيفتح لي على طول موقع فوفاريا. بندخل على فيفوريا، ودي البيئة اللي أنا كنت شرحتها لحضراتكم. أول حاجة بعمل لوج إن، وبعدين هروح بالأكاونت بتاعي وأقوم قايل لوج إن.
تمام. دي اول جزئية، بروح على اللايسنس مانجر وبعدين اقول give develop license key. اول ما بدوس عليها بكتب اسم الابليكيشن بتاعي زي ما احنا اتفقنا ايرث 2020، وبعدين اقول يعني اتشيك يعني بالاجريمنت بتاعتي، وبعدين اقول confirm. بيطلع لي هنا اسم الابليكيشن بتاعي، بدوس عليه بيطلع لي هنا الكود اللي المفروض هدخله جوه بيئة يونيتي، طبعا بسلكت عليه كله. واقول كوبي تمام، واروح على بيئة اليونيتي واقوم ضايف في الجزء بتاع اللايسنس تمام. في بعد كده محتاج الداتا بيز بتاعتي تمام، وانا من جوه البيئة برضو وانا من جوه الفوفوريا، فبروح على تارجت مانجر وبروح على اد داتا بيز، هضيف داتا بيز جديدة وهنسميها ايرس طبعا نعمل underscore 2020 عشان اميز بس ما بين الابليكيشن وطريقة الداتا بيز اللي انا هضيفها. طبعا بسلكت على ديفايس واقول كرييت. طبعا بدور من ضمن الابليكيشنز بتاعتي، بدور على الايرث underscore 2020 تمام، بدوس عليها بسلكت عليها. فبيقول لي بقى جوه الايرث 2020 دي المفروض ان احنا هنضيف بقى الصور بتاعتنا او صور المجلة او صور ايا كان المنتج اللي احنا عايزينه. هنا سنجل ايمج، فانا هختار السنجل ايمج واشوف انا ضايفها فين. طبعا بنحطها على جهاز، طبعا ثانية واحدة بس اقوم ضايف الصورة بتاعتي. انا هسلكت الصورة بتاعتي دي كوبي واحطها على الديسكتوب هنا عشان ما نقعدش ندور كتير. بس هروح هنا براوز واقوم اختار الصورة بتاعتي اللي هي ايرث واقول اوبن. في العرض هنا انا هكتب واحد، طبعا عشان احنا اتفقنا ان الواحد دي يعني بواحد متر مساحة كبيرة يعني، فبقول له اد. هنا بيقول لي ان الصورة اكبر او اقل من الاتنين ميجا بايت، هنختار صورة غيرها. اختار صورة غيرها لان ناخد الصورة دي. الصورة لو مش مظبوطة مش هيقبلها، لان زي ما انتوا عارفين ان الكاميرا بتحتاج كواليتي. براوز نختار دي. تمام اتقبلت الصورة، فبقول له اد. بيبتدي يرفع الصورة عندي uploading target. ظهرت الصورة وطبعا محطوط اربع نجوم. بنحاول طبعا ان احنا نخلي الصورة بشكل احسن، نحاول ندور على صور احسن، ممكن نجيب صور من على النت برضو تكون بتعبر عن الكرة الارضية او بتعبر عن الموضوع اللي انا عايزه. انا طبعا من بحب موضوع الكرييشن وان انا انتج الموضوع من فروم سكراتش يعني. فبروح على الايرث
ولو عايز اضيف صورة تانية بروح على التارجت برضو واضيف الصورة التانية اللي انا عايزها. بس احنا هنكتفي بواحدة، وبعدين هقول داونلود داتابيز، هنا بختار اليونيتي اديتور، وبعدين هقول داونلود. هحط العمل بتاعي برضو على الديسكتوب عشان ابتدي اشتغل. هدخل بقى على بيئة اليونيتي. شايفين كلمة الداتابيز دي؟ مش احنا كنا الاول بنعمل داتابيز من شوية؟ هنشيل بس كلمة لود فوفوريا دي، الحاجات اللي هي بتاعت الفوفوريا او اعدادات الفوفوريا القديمة، بس انا بشيلها وبدوس على اد داتابيز. ده اد داتابيز بيدخلني على الجزئيه اللي انا كنت بملى فيها الفورمز بتاعتي، تمام، اللي احنا عملناها اللي هي الايه التارجت مانجر، تمام كده. طيب هدخل الداتابيز بتاعتي ازاي؟ بروح على اسيست وامبارت باكج، وبروح على كاستم باكج، وبروح على المكان اللي انا عملت فيه داونلود للداتابيز، وبعدين اقول اوبن، بينزل لي الداتا بيز بتاعتي اللي انا اشتغلت عليها، فبقول له امبورت. تمام كده الاسست بتاعتي نزل في الداتا بيز بتاعتي. لما بروح على الاي ار كاميرا بدوس عليها وافتح اوبن بفوريا، بلاحظ ان الداتا بيز اتضاف ليها جزء جديد اللي هو الايرث 2020، فبسلكت على الداتابيز بتاعتي وبدوس على الاكتيفيت وبفعلها معايا. تمام كده احنا عملنا كل ده اعدادات للعمل اللي المفروض هنقوم بيه. تمام طيب يشتغل ازاي بقى؟ اول حاجه بروح على الجيم اوبجكت، وبروح على الفوفوريا، وبختار اختار كلمة image. تمام هنا الايمج او المالتي ايمج دي الحاجات الخاصة بالجزئيات اللي اتكلمنا عنها في فوفوريا. كان في جزء اللي هو بتاع خاص بالسلندر، او كان جزء 3D modeling، او الاجزاء اللي احنا كنا بنتكلم فيها. انما هنا انا عندي ايمج سنجل ايمج، مش صور متعددة، فبختار ايمج بضيفها فبتنزل لي بالمنظر ده. طبعا بالبكرة بقدر انزل واعمل زوم على الجزئية ديت، وبعمل بالكليك اليمين بقدر اعمل استدارة، وبدوس على البوتونز بتاع البكرة علشان يحولها لي الهاند زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. تمام طيب احنا هنا كنا عاملين صورة ومش ظاهرة معمولة بالشكل الابيض ده. لو نلاحظ هنا في الجزء الايمن ده في عندنا كلمه داتابيز. داتابيز لو دوست عليها هختار الايمج الايرث 2020، لو دوست عليها بينزل لي شكل الايه الكره الارضيه اللي احنا كنا عاملينها، او التارجت اللي احنا صممناه على الفوتوشوب او على الباوربوينت او ايا كان، او ان كانت صوره من على النت جاهزه. طيب في حالة ان انا عندي اكتر من صورة في التارجت، هتلاقوا الايمج تارجت هنا في عندنا عدد الصور الكتيرة جدا هنا. تمام فطبعا احنا مختارين حاجة واحدة او صورة واحدة. فاضل ايه تاني؟ فاضل موضوع ال 3D object، ان احنا نضيف 3D model على هذا الجزء ونبتدي نفعل نشوف الطريقة بتاعته هتبقى ازاي. اول حاجة بروح على الجيم اوبجكت، وبروح على 3D اوبجكت، وبختار كلمة سفير. تمام بينزل لي بالطريقة دي، ده شكل السفير نزل على هذا النموذج. بسحب السفير واقوم ضيفه على الايمج تارجت بحيث ان هو يكون من ضمن اللايرز بتاعتها، وابتدي اظبط اللاير بتاعتي. ابعد شوية
واشوف هل انا كده ظابط النموذج بتاعي ولا لأ، وابتدي اسحب لفوق كده شوية علشان ده نموذج عايز اتأكد انه محطوط في الاتجاه الصح. تعالوا نعمل تيست نشوف هل النموذج ده هيطلع اوجمانتد رياليتي مظبوط ولا فيه اخطاء حصلت معانا واحنا بنشتغل. طبعا لابد ان انا اكون طابع الصورة بشكل مصغر، او ممكن تبقى على جهاز الموبايل نقدر ان احنا نشوف كده. تعالوا نجرب ونعمل تيست. انا دلوقتي بدوس على بلاي عشان عايز اشوف هل الصورة هتطلع ولا لا. اهلا بحضراتكم، انا موجود اهو. طبعا استنوا هغير الكاميرا، انا دلوقتي حاطط ويب كام، هغير الكام بتاعتي ثانية واحدة. هي كام اوضح، فبروح على الاي ار كاميرا وهروح اظبط الاعدادات من اوبن في فوريا. انا مشغل ويب كام كاميرا، فهروح على الجزء ده، فهروح على الكاميرا بتاعتي اللي انا بشتغل عليها وهعمل تيست تاني. كده ظهرت الكاميرا، انا حاطط الصورة على الموبايل اهي وبشوف. هتلاحظوا ان النموذج ظهر، شايفين يا شباب كده عملية الاوجمانتد بتاعتي بقت ناجحة. طيب محتاجين نحط بقى الجزئيات بقى بتاعت الواقعية على هذا النموذج. محتاجين نحط التكتشر على الكرة الأرضية بتاعتنا عشان تبقى واضحة المعالم. طب نعملها ازاي؟ ببحث على النت على تكتشر للكرة الأرضية، فبتبقى صورة زي اللي حضراتكم شايفينها دي، تمام؟ بسحبها واقوم اضيفها في الاسيست بتاعتي، باخدها اسحبها واحطها جوه الاسيست بتاعت اليونيتي، بلاقيها اتضافت لي هنا، تمام؟ طيب بعمل ايه تاني؟ بدوس على كليك يمين هنا، كليك يمين في الجزء بتاع الاسيست، واروح على كلمه كرييت واختار كلمه ماتيريال، كلمه ماتيريال، تمام؟ هسمي هنا الايرث، ايرث ماتيريال. ايرث ماتيريال هتطلع بالجزئيه دي، اسحب واقوم حاططها هنا، تمام؟ هتلاحظوا ان هنا بقت الكره الارضيه بتاعتي بالجزئيه اللي انتم شايفينها دي، تمام؟ زي ما انتم شايفين القطب الجنوبي والقطب الشمالي وكل حاجه تمام. تمام، ايه تاني؟ هنا بتحكم كمان في شكل الموديل، ان كان بيبقى لامع او كان بيبقى مضيء. شايفين بديله احساس ان هل هو تحس انه هو بلاستيك او تحس انه هو مطفي شوية. بعد كده اقوم ساحب الماتيريال دي واقوم ضايفها على الموديل بتاعي، تمام؟ في ناس ممكن تستسهل وتقوم ايه عاملة زي سحب والقاء على هذا النموذج بالمنظر ده، مفيش مشكلة. بس هيحصل ايه؟ انت مش هتعرف تغير في اعدادات الاضاءة على الموديل. فبقى انا دايما بفضل ان احنا نعمل كرييت ماتيريال بحيث انها تبقى ماتيريال خاصه بيها نقدر نضيفها على الموديل بتاعنا. كمان نقدر نلعب في شكل الاعداد بتاعها، شايفين كانت غامقه او ان كانت تبقى فيها لايت. طبعا ده هيبقى بيديك احساس بالكاميرا، تمام؟ تعالوا نشوف شكل الموديل بعد ما عملناه، هنشوفه على الاوجمانتد عامل ازاي. تعالوا نشوف،
بنفتح الكاميرا تاني وبنعمل عرض لشكل الموديل يظهر بالطريقة دي، ظهر لي الكرة الأرضية. طيب برضو في ظل ان دي كرة أرضية، طب احنا محتاجينها تلف بحيث انها تبقى موشن وتبان بشكل جميل وتبقى بشكل واقعي، طب نعمل ايه؟ حضراتكم سامعين كويس؟ حضراتكم سامعين؟ تمام، تمام جدا. هنعمل سكريبت بي سي شارب علشان نغير من يعني نخليها بدل ما هي سوليد كده نخليها تلف بطريقة مظبوطة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هدوس على كليك يمين وهدوس على كرييت وهدوس على سي شارب سكريبت، هسمي ايرس 20 20. تمام. بعدين هدوس على دبل كليك على الايرس او السي شارب او السكريبت بتاعنا، فهيفتح لي الفيجوال ستوديو علشان نضيف الكود بتاعنا. حد عنده سؤال عبال ما يفتح الجانب ده، عبال ما يفتح الـ Visual Studio؟ حد عنده أي سؤال؟ طبعا احنا نقدر نضيف كل الصور بتاعتنا في جوانب مع بعض جنب بعض هنا. تمام، نقدر نضيف اكتر من صورة في الجانب ده. تمام، استاذ تيسير اتفضل، ايه السؤال اللي عند حضرتك؟ اه طبعا لازم الداتا بيست بتاعتي تكون كاملة قبل ما ادخلها، بس انا مش فاهم برضو كاملة بمعنى ايه. كاملة بمعنى الصور بتاعتي او الكتاب بتاعي كامل جوه الداتابيز، ولا يعني ايه كاملة؟ برضو انا حاسس ان هي فيها حاجة ممكن تكون ملتبسة عليا، معلش وضح لي كاملة بمعنى ايه. طيب باجي عند الكود، انا هكتب دلوقتي يعني ممكن اضيف بعد مدة صور تاني ليها. لا، في الحالة دي انا لازم اكون مصمم الجزء بتاعي كامل او الكتاب بتاعي كامل وابتدي اشتغل عليه، لان طبعا زي ما حضرتك عارفة او زي ما حضرتك عارف بضيف الداتابيز بحط عليه اوبجكت، والاوبجكت بيبقى مرتبط بالتارجت اللي انا بشتغل عليه. فانا لو انا قعدت كل شوية اضيف له حاجة جوه نفس البيئة، انا ممكن اضيف بقى اكتر من داتابيز
دي بقى الحاجة اللي أنا ممكن أضيفها. يعني أنا ممكن أضيف أكتر من داتابيز. يعني أنا لو عندي موديل في مثلا ورقتين، يعني مثلا ده دلوقتي داتابيز مقفول على كارت واحد مثلا. طيب نفترض مثلا ان انا هعمل كارت تاني بموديل مختلف تاني، هل ينفع اضيفه جوه نفس الابليكيشن؟ اه ينفع نضيفه، بس هنضيفه يعني كجزء جديد جوه الحاجة دي. خلاص يعني هنضيفه جوه كتارجت جديد. معايا؟ واضحة كده؟ تمام. دلوقتي احنا هنكتب الكود بتاعنا. اه يفضل طبعا، يفضل ان احنا نحط احضر المشروع اولا كامل، علشان لما اجي اضيف الاوبجكت بتاعتي تبقى كلها مترابطة، ما يحصلش فيه مشاكل، يعني ما يحصلش مشاكل في الاوبجكت. تمام؟ ايوه بالظبط كده. يفضل تحضير كل عناصر المشروع زي ما دكتور محمد تفضل وقال. احنا لازم يعني نخلص المشروع بتاعنا كايمج الاول، ونظبط الصور بتاعته، بعدين الاوبجكت كلها نحطها كبيئة واحدة وعناصر متكاملة. خلاص انا هكتب الكود بتاعي ترانسفورم، طبعا بتطلع لي بالمنظر ده، فبكتب كلمة transform dot rotate، بتطلع لي كلمة rotate فبدوس عليها. تمام؟ وبعمل الأقواس بتاعتي، والأقواس دي اللي هي هتعبر لي بقى على ال X وال Y وال Z. هعمل هنا حرف الواحد وبعدين السيمي كوما بتاعتي. أتأكد إن الكود بتاعي مظبوط، فبدوس عليه، بدوس على التشغيل. مجرد لما يخضر كده معناه إن أنا خلاص كده الكود بتاعي شغال وزي الفل، مفهوش أي مشاكل. تمام؟ نبتدي بقى نشوف الموديل جوه عامل إزاي. لما بدوس على الايرث بشوف، او بدوس على الكود بتاعي، بلاحظ انه نزل لي هنا من ضمن الاكواد اللي انا ضفتها. هسحب الكود واضيفه على السفير بتاعي. تمام؟ عشان افعل الكود بتاعي. خلاص اسحبه عليه. تمام؟ بلاحظ انه نزل لي هنا. تعالوا نشوف ونجرب ونشوف هيشتغل ولا مش هيشتغل. بفتح الصورة بتاعتي. في عندي خطأ في الكومبايلر. اه تمام. محتاجين نوقف أولا الكومبايلر بتاعي. تمام اهو ترانسفورم. حاول اشوف الخطأ فين. الخطأ اللي كان عندي ان انا دوست على دوت بدل ما اعمل الكومة بتاعتي، ده كان خطأ، فعشان كده الكومبايلر رفض الكود. كده نشوف في التصحيح. تمام نسحب الكود ونضيفه. الجهاز هنك شوية.
لاحظوا ان الكومبايلر خلاص الخطأ اتصلح، فبروح على الموديل وبدوس عليه اشوف كده هل اتحط الكود بتاعي ولا لا. هو كده اتحط الكود، تعالوا نجرب ونشوف هل هيظهر بيتحرك ولا لا. نشوف كده مع بعض. شايفين يا جماعة الكود اتفعل وابتدت الحركة للكوكب تظهر. طبعا اقدر الفه لجميع الاتجاهات. ثانية واحدة. اقلل الاكسبوجر بتاعتي. اقدر الفه في جميع الاتجاهات. طبعا ظروف الموبايل دي بتعتبر من أسوأ الظروف في الإضاءة، يعني زي ما انتم شايفين في ريفلكشن بيحصل على الموبايل ممكن يأثر على الموديل بتاعي. وبكده نكون أنهينا محاضرة النهاردة، ويا رب تكون المحاضرة خفيفة وتكون عملية وتكون يعني وفت بالغرض اللي حضراتكم كنتم منتظرينه. طبعا في مجموعة كبيرة جدا من السكريبتس كتيرة جدا وأكواد كتيرة جدا. أولا لابد من إن احنا نكون عارفين أكواد السي شارب علشان نقدر نضيف الأكشنز الكتيرة اللي احنا ممكن نعملها. أنا كده خلصت ومستني أسئلة حضراتكم لأي حد محتاج سؤال يسألني. شكرا لحضرتك يا باشمهندس بدر، ويا رب تكون يعني في ميزان حسناتك الورشة دي، وكل الناس يكونوا وصلت لهم المحاضرة بطريقة كويسة. الأسئلة اللي موجودة عندنا، في حد بيقول إزاي نحفظ الملف المعمر؟ اه صح، ده جزء اهم اللي احنا ازاي بقى نرندر الشغل. راندر شوية يعني. تعالوا بقى نرندر الشغل بحيث انه يطلع ابلكيشن. صحيح انا همشي كده بدري من غير ما تعالوا نشوف نطلع الشغل ازاي. اول حاجة بروح على الفايل وبروح على بيلد سيتنج، وبعدين اروح اقول بيلد، بختار المكان، فطبعا هيطلع لي بالاصدار بتاعي الاي بي كي، فهسميه هنا ايرث 2020. تمام. وبعدين اقول سيف واسيبه بقى يعمل بيلد مع نفسه. كده هيطلع لي بيلد للبروجكت بتاعي. هنا بيطلب مني الكود الاس دي كي لان انا لسه منزل برنامج اليونيتي على الجهاز، ودي هتلاقوها عند حضراتكم يعني كتيره هتطلب منكم ملف الاس دي كي. انا طبعا محتفظ بيه، ده بينزل من على الاندرويد. انا منزله هنا اس دي كي، فبقول له سيلكت فولدر، هو يبتدي ينزل الملفات بتاعته علشان يبتدي يكمل الابليكيشن. طبعا العملية دي بتستغرق بعض من الوقت علشان خاطر يطلعوا بشكل موبايل ابليكيشن. اثناء بقى ما هو ما بيعمل ده، فاحنا محتاجين يعني نتفاعل مع بعض بالاسئلة، وانا جاهز الرد على اي سؤال من حضراتكم. تمام. الفكرة كلها أنا برد بس على حاجة، كان في حد بيسأل عن المحاضرة، طالت المحاضرة على طول، أي محاضرة إحنا بنعملها على إيميج أفريكا بتكون موجودة على رابط الموقع الخاص بينا اللي هو بتاع قناة اليوتيوب، ولو أنتم مشتركين على الرابط بتاع قناة اليوتيوب هتلاقي كل المحاضرات اللي باللغة العربية موجودة عليها. أهو ده رابط قناة اليوتيوب، واحنا بنشرفنا ان انتم مشاركين معانا على طول. وكمان
في حاجة إحنا بنبقى عاملينها قناة اسمها قناة التليجرام، دي بننشر عليها كل الإيفنتات بحيث إن إحنا متابعين مع بعض، ولو في أي حاجة بتبقى منشور عليها جديدة، ده خاص باللغة العربية. وكمان إحنا عندنا اللي عاوز يتابع معانا أي حاجة على الفيسبوك من الإيفنتات اللي إحنا بنعملها عربي أو بالإنجليزي، ده الجروب بتاع الفيسبوك، ويا ريت يا جماعة نشترك عليه، وإحنا مرحبين بكم بجميع المشاركات على الرابط ده. لو في أي أسئلة من عند أي حد ممكن يتفضل يسألها دلوقتي باشمهندس سامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا باشمهندس، هو دلوقتي حضرتك انت عملت الابليكيشن ده على كارت واحد، تمام؟ تمام. طيب انا لو عندي يعني اكتر من كارت وعايز ان انا هستخدمهم على نفس الابليكيشن، يعني تمام. بيكون حضرتك قلت هنعمل اكتر من داتابيز، طيب نفس الطريقة دي فيما بتكون هي نفس الطريقة ديت، بس ان انا بختار كروت تانية ولا ايه بالظبط؟ طيب في حالة يعني هو طبعا انا ما برشحش فكرة ان انا احط اكتر من داتابيز جوه السيستم بتاعي، يعني الطريقة دي طبعا بتبقى غلط وبيحصل فيها مشاكل كتير. فالاحسن والصح ان احنا بنشتغل على بنجهز كل الكروت بتاعتي. يعني نفترض ان انا هشتغل على منتج زي المنتج اللي احنا اشتغلنا عليه ده دلوقتي، هنتكلم عن المجموعة الشمسية، تمام؟ يعني مش هيبقى بس الأرض، بس ده هيبقى الأرض ومجموعة الكواكب الأخرى، تمام؟ كل تمام. كارت من الكروت بتاعتي دي أنا بضيفها كلها مع بعض كحزمة واحدة في داتا بيز كاملة جوه الفوفوريا، تمام؟ وبنزلها كحزمة واحدة اللي هي زي الجزئية اللي حضرتك شايفها دي، أنت شايف سهم الماوس صح كده؟ تمام. اللي هي بتطلع لك كحزمة واحدة زي دي، تمام؟ تماما. ثانية واحدة بس عشان البرنامج بيطلع الكلام ده. وهنا كده ظهر الابليكيشن. في عندي مشكلة هنا، بيقول لي ان انت في الجزئية بتاعتك محتاجة تتعدل. طيب أكمل بس كلامي معاك. بنعمل إيه؟ الجزئية بتاعت بتحط كل الحزمة بتاعتك في مكان واحد. المكان ده هو اللي انت بتعمل له داتابيز، فانت بيظهر لك بقى ايه صور كتيرة، يعني بتطلع لك الصور بتاعتك. فانت لما هتضيف صورة تانية، نفترض ان انا هضيف موديل اضافي تاني، الموديل ده هضيفه ازاي؟ فبتروح رايح برضو للجيم اوبجكت، تمام؟ وبتروح رايح للفوفوريا، وبتروح تدوس على ايمج تاني، ايمج تارجت جديدة، بتنزل بقى بعدها، بتنزل بعدها الايه الصفحة التانية. يعني انت كده دلوقتي دي الصفحة الاولى، خلاص انت شايف البلان معايا؟ الو، ايوه تمام، شايف حضرتك. انت كده انت جاي بالصفحه الثانيه دلوقتي. فانت هتعمل ايه؟ فبتروح على الايمج تاني، وتروح تقول له الايرث برضو الثانيه، ممكن تكون بقى دي بقى ايرث واحد، ايرث اتنين مثلا، او تكون بلوتو، او تكون ايا كان اورانوس، اي كوكب تاني، خلاص. وبتنزل برضو تمام معاه الجيم اوبجكت التانية، بتعمل جيم اوبجكت تاني او اوبجكت جديدة بس خاصة بقى بكوكب تاني، بكوكب تمام تاني. هو كان بس النقطة اللي أنا عايز أعرفها كان إن هي إن حضرتك زي ما بتتكلم كده إنك ضفت الإيمج التانية وعملتها وكده، أنا افتكرت إنه معنى كلمة داتابيز تانية إن أنا كل كارت إن أنا هعمله داتابيز لوحده، يعني ده اللي ما لا كانش لا واضح معايا يعني. لا لا، مش بتعمل داتابيز لوحده، تمام؟ في سؤال تاني يا باشمهندس، ايوه. ممكن تكون فيديو يشتغل بدل صورة 3D؟ طبعا ممكن يكون في فيديوز، يعني بس دي طبعا ليها قصة تانية خالص وليها اكواد تانية خالص.
فلو كان الوقت متاح ان احنا ممكن نعمل ده مفيش مشكلة. ممكن نستأذنك إن شاء الله في ورشة جديدة لو الناس مستعدة، يعني في وقت تاني لو هم مستعدين، أي حد مستعد يكتب رقم واحد بحيث إن احنا نجهز ورشة جديدة. وفي رجاء أكتر يعني لكل الحضور الكرام، احنا كل مرة بطلب من كل الناس إن هم يعملوا تقييم للورشة وطلباتهم اللي هم عايزينها، وبخرج من الورشة بلاقي واحد أو اتنين. فيا ريت بعد اذن حضراتكم ده رابط التقييم اللي انا بطلبه من كل الناس، ويا ريت كل واحد يقيم يقول هو عاوز ايه، بحيث ان احنا بنعمل ورش دي عشانكم. فلو انا ما عرفتش اوصل لمعلومات منكم مش هقدر اعمل حاجه جديده، ومش هنقدر مثلا نستاذن دكتور بدر، باشمهندس بدري موجود معانا ودكتور بدري يكون موجود معانا. يعني احنا منتظرين تفاعلكم عشان نقدر نساعدكم ونعمل اللي انتوا عايزينه. باشمهندس بدري طيب، مع حضرتك، اظن ما فيش اسئله. بس في حاجة ظهرت دلوقتي. تمام، اتفضل. دلوقتي شايفين الكومبايلر وأنا بعمل الريندر دي ممكن تطلع قدام حضراتكم كتير. الكومبايلر هنا بيقول لي إن أنت اللي عندك فيه حتة غلط، اللي هي بتاعة البرودكت نيم أو الجزئية بتاعة المسمى بتاع الأبليكيشن، فأنت محتاج تروح تعدل. طبعا أنا بروح أدوس على الفايل، بروح لبيلد سيتنج وبروح على بلاير سيتنج وببتدي اروح على الجزئية بتاعت الابليكيشن بتاعتي وابتدي اغير. طبعا هنا حاطط مسافة فبنشيل المسافة لان ده رابط، فما ينفعش ان احنا نحط فيه مسافات او رموز، يعني رموز ما بين الحاجات دي. اسم الكومباني ما ينفعش تبقى كده، تبقى كلها حاجة واحدة. تمام كده، انا برجع تاني اتأكد. بكتب كوم دوت بدر علاء وإيرس 2020، وبتأكد برضو ان فيفاريا شغال، وبقول له بيلد تاني واقول له إيرس 2020 سيف واقول له بيلد. في الحالة دي بنتظر بقى اشوف الابليكيشن بتاعي هيطلع ازاي. السلام عليكم برضو برحب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، باشمهندس بدر، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. طبعا استمتعنا بمحاضرة حضرتك وتطبيق العمل اللي احنا شفناه دلوقتي، بس كان لسه استفساري كان خارج الموضوع شوية. اتفضل. ايه التطبيق او البرنامج اللي انا اقدر استخدمه؟ عايز اعمل مختبر افتراضي للكيمياء استخدم في تقنية الواقع المعزز، هل في امكانية لحاجة زي كده كتطبيق او كده؟ معلش هو الصوت بيروح بعيد فأنا مش فاهم. انا معلش. هل فوريا ينفع ان انا اقدر اعمل من خلاله مختبر افتراضي للكيمياء برضه يشتغل بالواقع المعزز؟ اه طبعا ينفع مش بفوفوريا، هي الفكرة كلها جوه اليونيتي. هو فوفوريا بس هي وظيفته ايه؟ فوفوريا زي وسيط كده بيعرف لك الكاميرا بالورقة الخارجية اللي موجودة في الواقع معايا، لكن الأكشنز والتفاعل كله بيتم من خلال اليونيتي. زي ما حضرتك شفت كده حاجة بسيطة كده في استدارة الكائن. تمام، استدارة الكائن نفسه خدت كود صغير اللي احنا لما كتبنا ترانسفورم دوت روتيت وعملنا ما بين قوسين وحطينا سي شارب. ده في السي شارب. كذلك نفس الشيء لما هنيجي نعمل التفاعلات، انت محتاج مثلا تفاعل زي الصوديوم، هيبقى مثلا في كود بيتكتب علشان يحصل انفجار لما احط مثلا H2O مع صوديوم فيحصل لي انفجار. فانت كل الكلام ده هو ما بيفهموش الكمبيوتر، انت بتوظف بقى. يعني انت بتقول له الجرافيتي ده او
شكل الرسم ده او الاوبجكت ده انا مسميه H2O، لما اضيف عليه كذا يحصل له كذا. فانت دي المعادله اللي انت بتكتبها له جوه السي شارب علشان خاطر يحقق الفكره اللي انت بتقول عليها. فانت بالنسبه لك زي توظيف الكائنات دي. تمام ده بيحصل امتى؟ بيحصل فين؟ بيحصل جوه الاوبجكت، جوه اليونيتي، جوه بيئه اليونيتي. بتصمم البيئه بتاعتك عادي خالص. يعني مثلا نفترض ان انت عندك اللي هو الكأس اللي هتحط فيه المواد الكيميائية، بتلفه بطريقة معينة. فانت ده اوبجكت لوحده. المفروض بقى ان ايه، ان كل كارت فيه الكأس الزجاجية دي. فانت لما تحط كارت جنب كارت فهيحصل مثلا تفاعل، ان انت تفاعل بين هيصب حاجة على حاجة، ده ممكن تبقى موشن. تمام؟ فده تمام شكرا. فهمت كده الفكرة؟ واضحة؟ تمام شكرا. شكرا. تمام، عفوا. احنا متشكرين جدا يا باشمهندس بدر على وقتك وعلى كل الحضور الكرام النهارده. ربنا يخليك. يا ريت يا جماعة لو في حد عاوز يتكلم يتفضل يكتب رقم واحد ونفتح له المايك. لو مفيش حد يا ريت كل واحد فيكم يقول لي مثلا اتنين، ان كده تمام الحمد لله الورشة قدر ثمارها وكل حد فاهم الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عنه. هو صوت. طب تمام، مين اللي دخلت؟ تمام. تمام. احنا بنشكركم في ورشة من ورش انرجي افريكا، وبنرحب بيكم على طول. وان شاء الله الجدول الجديد بتاع شهر فبراير، يعني فبراير بتاع شهر فبراير القادم ان شاء الله هيكون موجود، وفي ورش جديدة وهيكون معانا ورش جديدة ان شاء الله. وبنرحب بيكم. واللي عاوز يشارك او يعمل ورشة او عنده مقترح لورشة ممكن يكلمني مباشرة، وانا موجود الايميل بتاعي بيبقى موجود عند حضرتك على طول. وان شاء الله عمرو، ان شاء الله هيبقى في ورشة هنتفق بس مع البشمهندس بدر، عشان البشمهندس بدر احنا محتكرينه وضاغطين عليه، فعشان ما نبقاش ما يزعلش مننا بعد كده. صح يا باشمهندس لا بدر؟ مفيش زعل، لا مفيش زعل ولا حاجة، الناس حباك وربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. أنا بس في ليا بس رجاء عند حضرتك، الناس أن دلوقتي الأكاديمية المهنية لتكنولوجيا تعليم بنرحب بيكم طبعا، بأن أنتوا تشرفونا في أكتر من محاضرات برضه بنقدمها. فلو حابين هستأذن الدكتور محمد اني اسيب لكم الرابط وحضراتكم تدخلوا عليها، تلاقوا ورش كتيرة في هذا المجال. تمام شكرا تمام جزيلا لكم. شكرا لحضرتك يا باشمهندس، وان شاء الله يعني هنتكلم في الموضوع باذن الله. وشكرا ليك وقتك، وشكرا لجميع الحضور الكرام، ونشوفكم ان شاء الله في ورش جديده في انرجي افريكا بالعربي. ماشي يا فندم، شكرا جزيلا. وحضرتك